Cause I can't see you anywhere. أهلا البنات، إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتم كتفرجوا في فيديو اليوم. إذا كنتي هذه أول مرة كتفرج فيها، مرحبا بك، أنا سارة. ما تنساش تشتركي في القناة باش تنضم لهاد العائلة الزوينة اللي كتكبر كل نهار كتر وكتر. بغيت نرحب بالبنات اللي انضموا للقناة مؤخرا ونشكرهم على الدعم ديالهم بزاف بزاف. مهم نشكركم كلكم على الدعم ديالكم وعلى الثقة اللي دايرين فيا. شكرا البنات بزاف بزاف من القلب والله. المهم نطولش عليكم في الهضرة باش منجيش الفيديو طويل. اليوم غادي نستعمل واحد البينينغ اللي هو المفضل عندي، كيحيد لي الحبوب بسرعة كبيرة بزاف، واليوم غادي تشوفوه في الفيديو. هدفي تهدرت عليه في واحد من الفيديوهات ديالي، غادي نخلي لكم الرابط هنا الفوق باش يبغيو تشوفوه. اول حاجه بصح البنات هي غسلت وجهي بالصابون والماء. استعملوا شي صابون ماشي مقشر. يا كان عندكم صابون في دوك الحبيبات اللي تديروا تقشير البشره ما تستعملوش. وغادي تحطوها البنات بحال هكا بحال اللي كندير انايا بشويه بشويه. علاش؟ لانه خاصنا نستعملوا غير واحد الطبقه رقيق على البشره، ما خاصناش نكثروا منه بزاف، يعني خاص يكون غير شي شويه. داكشي علاش انا كنحط بشويه بشويه، والبلايص اللي كنشوف منهم ما درت فيهم مزيان عاد كنزيد فيهم شي شويه. حاجه واحده اخرى البنات، يا كنتو فداك نفس النهار ولا يومين قبل درتو شي تقشير البشره، سواء كان تقشير طبيعي بحال القهوه ولا السكر ولا تقشير كيماوي بحال درت انا هنايا، ما تستعملوش هذا لانه ممكن يسبب لكم شي تجيح في الجلد، يعني تحسس لكم الجلد منه لانه هو قوي بزاف، خصوصا يا الجلده ديالكم ناشفه ولا سميتو ولا حساسه. هاد البينات زوين بزاف بزاف، يقدر تشريوه غير خذوه، ما غاديش ندموا عليه زعما. وحتى الثمن ديالو رخيص بالنسبه للبنات اللي ساكن هنا في اسبانيا. انا خديته من بريمور ولا تقدر تلقاه حتى في دي بودي شوب، خديته بشي 7 ديال الاورو. من بعد دوك 10 ديال الدقائق يا البنات ما تنساوش، ما تخلوش اكثر من 10 ديال الدقائق. غسلوا وجهكم غير بالماء دافي ودو شي ماسك مرطب للوجه، تقدروا تستعملوا اي ماسك. انا هنايا خلطت جوج ديال معالق ديال الشوفان مع جوج ديال معالق ديال يوغورت طبيعي ولا الزبادي زعما، ودرت فيه جوج معالق ديال العسل ومعلقه ديال الطحين ديال الرز. درت غير معالق صغار لانه كنت باغا غير لهذيك اللحظه، ما غاديش نخبي الخلطه. وجات كثير، درت منها انا ودروا منها، درت منها ماما حتى هي. خليوا البنات الماسك لمده 12 دقيقه ومن بعد غسلوه غير بالماء دافي، ما تغسلوش بالصابون، غير الماء دافي وصافي. انا هنا كنحيدو هكا قدامكم باش كتشوفوا كيفاش الوجه ولا فيه النضاره. واخا كتشوفوا انه الحبوب اللي عندي حمارو ليا بزاف، ما تخلعوش، هذه شيء طبيعي لانه داك البيلين بحال اللي قلت لكم قوي، وهذاك يعني بانه بدا المفعول ديالو. سومي غادي تحيدوا داك البيلينغ، البلايص اللي عندكم فيهم الحبوب غادي يبانوا لكم حمرين بزاف. يعني مهم كل والبشره ديالو، كاين اللي بزاف بزاف كاين اللي موين. انا حمار ليا بزاف، يا رجعتوا لاول فيديو غتشوفوا بان ما كانش عندي حمر بحال هكاك، ولكن داكشي طبيعي. هنا استعملت غير هاد المكعب ديال الثلج باش نخفف داك الاحمرار ونسد المسامات ديال الوجه. صاوبته بالفيتامين سي اللي كتعطي النضاره للبشره وبشجره الشاي اللي كتعاون على الحبوب حتى هي. كنت درت لكم فيديو حتى على هاد المكعبات ديال الثلج كيفاش كنصاوبهم، نخليهم لكم في الرابط باش يبغيو تمشيو تشوفوا داك الفيديو. هنا استعملت البنات السيروم ديال الشاي الابيض، يلا وصلني هذه شي ايامات، دابا 4 ايام وانا كنستعمل فيه، باقي ما نقدرش نقول لكم واش مزيان ولا لا. وشنو كندير ديما هي كناخذ شي قطيرات من شجره الشاي وكنحطهم غير على البلايص اللي عندي فيهم الحبوب. يا كنتي وصلتي حتى لهنايا انك متتبعه مخلصه واميره، ولذلك انا درت لك هذا البونص اللي هو مقشر ديال الفم لشكرك على وقتك وعلى الدعم ديالك. صوبت البنات معلقه صغيره عامره ديال السكر، انا استعملت البني ولكن ما عندكمش تستعملوا الابيض، نص معلقه ديال فازلين ونص معلقه ديال زيت الزيتون. خدموا عليه على الشفايف بشكل دائري لمده 30 ثانيه وغادي تشوفوا كيفاش يوليو الشفايف ديالكم رطيطين ويولي فيهم واحد اللون زيون.
وباش نكملوا مع البيلينغ استخدمت هذا المرطب اللي من ضمن المكونات ديالو فيها زبدة الشيا واليالورونيك اسيد وروز هيب اويل اللي هما مكونين زوينين بزاف البشرة، خصوصا البشرة اللي كتكون ناشفة بحال ديالي. وحطيت تحت العينين بحال ليما شي قطيرات من الفيتامين سي. الفيتامين سي البنات احسن لكم من دوك الكريمات اللي كيبيعوا وتيبقاو يبيعوا لكم بثمن غالي ويقول لكم راه فيهم وتيديروا وتيديروا، اغلبيه ديالهم غير ماركتينغ وغير الكذب. لغد ليها البنات شوفوا البشره كيفاش كتولي لكم. الحبوب تقريبا مشاو ليا وهنايا حاطه غير المرطب، ما درت ليه حتى شي حاجه واحده اخرى. نتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. تهلاو فراسكم بزاف بزاف ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.